كما ترون اخوان توني كروزي اخي الكريم في مقطعين هذا اخوان جبت لكم اقوى وافضل ثغره سوف تراها في يوتيوب للحصول على اقوى لاعبي باكج نجوم الاسبوع الجديد. ان شاء الله سوف نحصل على توني كروز او ماركوس لورينتي، كذلك برونو فرنانديز، نونو مينديش، تير شتيغن ونيكو ويليامز. هذه النسخ الاقوى والافضل داخل هذا الباكج. اذا حصلتم على النسخه من هذه النسخ فلازم يا اخي الكريم ان تشترك معي، واول خطوه سوف نقوم بها الدخول عند ماركوس لورينتي مرتين هكذا، ثم مرتين عند توني كروز والاطلاع على احصائيته هكذا يا اخي الكريم بالسريع، ثم المره الثانيه كما قلت. سوف ننتقل بعد ذلك عند برونو فرنانديز اربع مرات هكذا، مرتين عند نونو مينديش، نفس الشيء عند نيكو ويليامز، ثم الحارس تير شتيغن يا اخي الكريم مرة واحدة هكذا والاطلاع على احصائيته، ثم مباشرة ما عليكم سوى الرجوع واللف باللفة المجانية وبالكوينز. وبهذا يا اخوان وكما ترون سوف نحصل على اقوى لاعب هذا الباكج بطبيعة الحال. كما ترون يا اخوان توني كروز يا اخي الكريم يعني نسخة جبارة لهذا اللاعب.